الزمالك ينتصر على الرجاء البيضاوي بهدف للا شيء. الزمالك كان الأفضل في الشوط الأول والرجاء عدل الأداء في الشوط الثاني، ولكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له. الزمالك كان الأفضل، الزمالك كان الأفضل في مجمل اللقاء بدفاعاته القوية. الزمالك حرم الرجاء من إحراز أهداف ونجح في ده. أي نعم الزمالك الشوط الثاني تعب والرجاء رجع للفاعلية بتاعته، كان ممكن يحرز هدف في أي وقت. وناس هترجي تقول لي بقى من جماهير الرجاء في كورتين جم في إيد لاعبي الزمالك وكانت تتحسب ضربة جزاء. هتكلم في كل ده جوه الحلقة معكم عصام السرساوي. لو أول مرة تتفرج عليا يشرفني إنك تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس، جديد أو قديم يا ريت تخبط اللايك عشان الحلقة تنتشر وشير للحلقة، وتعالى بقى نتكلم عن مباراة الزمالك والرجاء. بداية الزمالك لعب مباراة في المجمل مباراة جيدة، الزمالك استحق الفوز، الزمالك كان الأفضل من الرجاء في الشوط الأول والرجاء عدل الأداء في الشوط الثاني، لكن دفاعات الزمالك النهاردة كانت قوية. الرجاء ما قدرش يحرز أهداف من الفرص اللي أتيحت له. الرجاء النهاردة زي ما قلنا قبل المباراة في الحلقة اللي عملناها، التشكيل نزل هو الزمالك تشكيله اختلف، بس كنا قلنا ازاي زيزو هيلعب في نص الملعب وهيلعب بأوناجم، لا هو ملعبش أوناجم ونزل زيزو ناحية اليمين ولعب ب طبعا بإسلام جابر في نص الملعب ولعب أحمد عيد مكان حازم إمام. الزمالك بدأ اللقاء بهدف مبكر في أول ربع ساعة ريح الزمالك. هنقول الزمالك النهاردة ما راحش غير بفرصة واحدة قدر يحرزها هدف، وده اللي أكدت عليه قبل المباراة، اللي هيجيله نص فرصة ويستغلها هو اللي هيفوز. اللياقة البدنية لا، الرجاء واقف على رجليه النهاردة حتى في اللياقة البدنية لآخر الوقت. الزمالك جه في الشوط الثاني، الزمالك كان انضغط في الشوط الثاني زي ما قلت لكم. الشوط الاول 1-0 في اول ربع ساعه اختل توازن الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي برضو اللي ما قدرش يعمل رده فعل الشوط الاول، والزمالك كان اخطر منه في الشوط الاول وكان افضل في الشوط الاول. الشوط الثاني يبقى الوضع كما هو عليه في بدايه اول 5 دقائق، لكن بعد كده التغييرات اشتغلت وقدر الرجاء البيضاوي انه يعود في المباراه، بس كانت عودته متاخره شويه. يعني هو مسك كرة اكتر في اخر تلت ساعة، اخر تلت ساعة راح بكذا هجمة وكان ممكن يحرز هدف على الاقل، ولكن تألق محمد ابو جبل النهاردة حرم الرجاء من التعادل. نيجي بقى للكلام اللي هو ضربة الجزاء، وان الرجاء النهاردة شايفة ان كان ليهم على الاقل ضربة جزاء. بص يعني انا مش هنكر ان في كرة صريحة جت في ايد ممكن تكون ايده يعني بره شوية، بس دي تقديرية للحكم، الحكم رجع للفار وما حسبهاش، وكان في واحدة تانية بس ايده كانت في جنبه ودي تقديرية برضو للحكم، الحكم رجع للفار والفار اكد له انها مش ضربة جزاء. اتكلمنا امبارح في ماتش الاهلي والوداد وقلنا ضربة الجزاء بتاعت الوداد من وجهة نظري انا كنت شايفها ان ما فيهاش ضربة جزاء، لكن الحكم دي تقديرية للحكم وتهور من محمد الشناوي. بتاعت الزمالك ممكن كانت تتحسب، يعني انا ما انكرش ان كان الحكم ممكن يحسب ضربه جزاء من الكورتين دول، واحده فيهم تتحسب ضربه جزاء وما كانش حد هيقدر يتكلم ويقول لا انها مش ضربه جزاء، لكن الحكم ومساله تقديريه. وبرده ارجع اقول للرجاء البيضاوي، انت اللي حطيت نفسك في المأزق ده، انت النهارده كنت خايف تخش فيك الجون الثاني فامنت زياده عن اللزوم و هاجمت في اخر تلت ساعة من المباراة. الزمالك تكتيكيا كان واقف على رجليه، الزمالك يعني دفاعيا كان افضل، الزمالك حرم الوداد انه يجيب جون، وده اللي كان مهم بالنسبة للزمالك. الزمالك كان عنده استعداد يتعادل 0-0 بس ما يخشش فيه هدف، وده اللي نجح فيه الزمالك وخطف جول من هجمة جات له وخلص بيها اللقاء وسهل مأموريته في العودة. العودة مش هتكون سهلة يوم السبت الجاي. 1-0
ممكن يتعوض هنا في مصر غير 2-0 الوداد والاهلي، وان كان برضو 2-0 كل حاجه واردة في كره القدم. مبروك للزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وهارد لك للرجاء البيضاوي. قولوا لنا رايكم في المباراه النهارده. انا من وجهه نظري في مجمل اللقاء الزمالك كان الافضل وسعى لنتيجه ايجابيه فتحقق له ما اراد. كده بنكون وصلنا نهايه الحلقه، ودمتم في امان الله. سلام.